السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة عبارة عن 5 فيديوهات في بعض. ال5 فيديوهات دول انا نزلتهم قبل كده، ودول اكتر فيديوهات انا حسيت ان هي عجبت الناس وكانت مهتمة بيها، وكانت بتبعت لي رسائل على الانستجرام او على الفيسبوك وتسألني وتستفسر عن العنوان بالظبط او عن حاجات بالظبط او اكواد او حاجة. يعني حسيت ان هو كان اهتمام للناس، فقلت اجمع الفيديوهات دي كده مع بعض في فيديو، وهعمل سلسلة للفيديوهات التانية برضو اللي حسيت ان الناس تانية مهتمين بيها. النهاردة جمعت لكم 5 بس علشان الناس اللي ما شافتش الفيديوهات دي تستفاد، ويبقى ما راحش عليها ان هي ما شافتش الفيديوهات القديمة قبل كده. اول فيديو ده كان عن محل كان فيه تخفيضات حلوة قوي، وكان حلو جدا، وكان فيه حاجات شيك جدا، والاسعار كانت نازلة جدا. تاني فيديو ده اللي انا عملت فيه ديكورات للأوضة، تقدري تعملي مثلا لأوضة النوم، للصالة، لأي مكان انت عايزاه حسب الصور اللي انت هتطبعيها. كنت انا واخدة الصور من على النت وطبعتها، وانت بتختاري الصور على ذوقك. ودي هنا شنط، كان ريفيو عن شنط انا ببيعها برضو. ناس كتيرة دخلت لي بعد الفيديو ده لان كنت موضحة فيه شكل الشنط اكتر، ما كنتش منزلة صور بس زي ما كنت بنزل دايما، ما كانش بيبقى ظاهر فيها الاحجام بتاع الصور، فحسيت ان الناس اهتمت اكتر وشافت الحاجات اكتر على الطبيعة، وبعد كده بقت الناس تكلمني اكتر. للي ما يعرفش او مش فاهم انا بتكلم عن ايه، الشنط دي موجودة عندي انا ببيع منها. اللي عايز اي ماركة يعني تخطر على باله انا بجيب منها الميرور، يعني اللي هي بتبقى زي الاصلي بالظبط، ما بيكونش في فرق بينها يعني، وبتكون بسعر ارخص بكتير. فهو ده اللي كنت بقدمه في الفيديو، ان انا كنت بشرح لكم هو الشنط شكلها ازاي واحجامها كانت عاملة ازاي. الفيديو ده كمان عجب ناس كتير، وكله دخل يسألني انا جايبة المنظم ده من فين، فكنت برد عليهم بقولهم هو كان جاي مع التسريحة بصراحة، بس في موجود منه في ايكيا وموجود في اماكن تانية كتير. تقدر ان انت تشتري المنظم ده اللي هو بيتحط في الدرج، او انت تقدري تعملي بنفسك في البيت، تقدري تجيبي خشب وتركبيه مع بعض. الموضوع حاسة ان هو سهل، مش هيكون محتاج مجهود. الفيديو ده كمان عجب ناس كتيرة جدا، ناس كانت بتدخل تسألني على الأكواد بتاعت الحاجات اللي أنا نزلتها، منهم اللي أنا كنت لابساه ده، وحاجات تانية كتير، البديهات اللي بتتلبس تحت الهدوم. فحسيت برضو ان هو عجب ناس كتير جدا. يا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم، ويا رب أكون بفيدكم دايما، ويا رب تكونوا بتستفادوا من كل الفيديوهات بتاعتي. وما تنسوش ان انتوا تابعوني على كل الصفحات بتاعتي، ان شاء الله كل فترة هجمع فيديوهات وانزلها للناس اللي هي ما شافتش الفيديوهات القديمة.
ده كمان لقيت ناس كتير جدا اهتمت بعد ما هي شافته بموضوع الكارت، وكانت بتدخل تسألني ازاي تعمله. الموضوع سهل جدا، وانتي موجودة في المحل بتطلبي ان انتي تعملي الكارت بتاعه بس. وكان جولة فيه، كانت جولة سريعة، وكان فيه برضو تخفيضات وقتها. وكنت بقول لكم ان فايدة الكارت ده ان انتي بتاخدي تخفيضات وبتاخدي هدايا كتير جدا، وليه مميزات حلوة قوي. انا عارفة ان انا مسرعة الفيديوهات، مش عايزة اطول عليكم، بس هسيبكم في جولة بقى مع الفيديو وتشوفوا الحاجات ان شاء الله تعجبكم. المكان ده طبعا موجود في المانيا وليه فروع كتيرة جدا، وبيكون شامل كل حاجة، ليه ادوار كتير، وكل حاجة بتكوني محتاجاها بتكون موجودة فيه.